a very important test to find whether there is hyperlaxity في الني جوينت ولا لا. عاوزين نشوف ال joint الني جوينت نفسه ممكن يكون في hyperlaxity في البوستيرور كبسول او الليجمنتس بتاعت الني جوينت. عشان اعمل تيست زي ده كل الفكره بحط الهيل بتاع التشايلد على التيب اوف ماي فينجرز بالشكل ده، وبعدين باي تيبز اوف ماي اذر هاند ادي الني اهي، بطلع فوق الني واروح عامل جاست ايه بريشر لتحت، بريشر خفيف كده. لو الني بتاعت الجوينت جت في سي شيب عملت كده كده، يبقى كده ايه هو في هايبر لاكستي في الني جوينت. مش هقدر اقول ان هو جينوري كالفيتا. كلمه جينوري كالفيتا دي ديفورمتي، سيفير ديفورمتي في الني، هي مجرد ممكن نقول ايه هايبر اكستنشن ديفورمتي، اوكي، او ممكن هايبر لاكستي. في ناس اصلا ركبتهم طبيعيه بس انت بس نتيجه ان في ليونه زياده في المفاصل فتلاقيه ممكن تيجي دي في السي شيب بوزيشن.